جه اليوم اللي ملايين المصريين بقوا قاعدين منتظرين قرارات البنك المركزي، ولا كان يجي على بالنا. ولو كنت سألت 80% من المصريين هو فين البنك المركزي ده، محدش يعرفه. لدرجة الناس بدأت تكتب تقول لك احنا بقينا بنخاف من البنك المركزي اكتر من الامن المركزي. ليه؟ لان البنك المركزي النهاردة هو اللي بيحدد لك السياسات في الظروف الاقتصادية اللي احنا عايشينها. لو عايز تعرف سعر الجنيه هيطلع هينزل، البنك المركزي تحديدا لجنة السياسات النقدية. لو انت عايز تعرف هل في شهادات هتطرح بعائد اعلى، البنك المركزي. التضخم، البنك المركزي. الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة، البنك المركزي. البنك المركزي النهاردة، مش النهاردة، لا يزال حتى هذه اللحظة منعقدا، بيبحث أمور كثيرة. منها أول حاجة سعر الفايدة. سعر الفايدة يعني لو في مستثمر رايح ياخد قرض من البنك هياخده بكام. البنك المركزي النهاردة هقول لك قرر ايه. طيب لو انا عايز اربط شهادة هتبقى الشهادة بكام. طيب هو بيحدد سعر الفايدة بناء على ايه؟ يقول لك التضخم. التضخم في مصر سجل خلال الشهر الماضي 21 وكسر 21%. يعني لو انت رابط شهاده ب 17% انت خسران 4%. تخيل تضخم. كل بنوك العالم بتقرر تحارب التضخم، واحنا مش احسن من البنك الفيدرالي الامريكي اللي بقاله سنه عمال يزود اسعار الفايده على الدولار، طلع من 0 ل 4.5%. النهارده البنك المركزي المصري قرر منذ دقائق إنه هو يزود الفايدة، اسمها العائد على سعر الإقراض والخصم، 300 نقطة أساس، يعني بالكلام بتاعنا البلدي 3%. 3%. لو أنت النهاردة كنت رايح تاخد قرض ب 10% من البنك بقى 13% أو 12.5%. لو البنك النهاردة الصبح كان متفق معاك على 12%، احمد ربنا أن أنت عديت بيه، لأن يوم الحد هيقول لك 14 و15%. إيه بيسموها فلات ريت، يعني مقطوعة، يعني بتتكلم في 20 و22 و24. معنى البنك المركزي خد القرار ده يبقى لازم يطرح شهادة، ولو طرح شهادة هيعمل ايه في سعر صرف الجنيه. الناس كلها قاعدة مستنية، والاجتماع لا يزال مستمر. مفروض البنك المركزي واخد قراراته، بس اللجنة اجتمعت اهو من شوية، عكس فترات سابقة كان البنك المركزي يجتمع منذ الصباح الباكر، يعني 9 الصبح. النهاردة هو بيقفل نهاية اسبوع. طبعا في فروع لبعض البنوك بتفتح في المولات، لكن الذي جاءنا الآن أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفايدة 3%. 3%. سوف أوافي حضراتكم ببقية قرارات البنك المركزي تباعا، أول ما تطلع أول بأول فريق الإعداد هيبلغني وهبلغ حضراتكم.